طيب الجزء الثالث في هذه المحاضرة عن بدنا ناخذ عن زمار اللي هو اختار التبادل البيني اللي إذا بدنا نرجع لنحكي عن هذا تحديدا كيف الوزارات ممكن تمكنها أو شيل أطول المقاييس والمعايير اللي بتمكن اللي بتزمر هذول الوزارات عشان تقدر إنها تتبادل بيانات. اللمحة أو سوري قبل ما ندخل بالتفاصيل تاعت زمار في عنا ثلاث أنواع من الانتروبرابيليتي بين التوافقية. أول شيء بنسميه السيمانتيك انتروبرابيليتي إنه الرسائل المتبادلة في توافق على المفاهيم المتبادلة ودلالاتها المفاهيم الداتا المتبادلة ودلالاتها وتركيبها متفق عليه. أول شيء بنسميه organizational interoperability إنه القدرة الإدارية والإجرائية بين المؤسسات انها متناغمه لانجاز خدمه مشتركه زي كيف جددنا رخصه السواكه لازم تكون في تناغم اداري مش اي تي اداري بين الوزارات عشان تقدم خدمه بجوز حدا بس ما حكيش تقدم فبعد الشيء الثالث او التحدي الثالث في الانتروبرابيليتي اللي هو مدى التوافق الفني والتقني بين الوزارات زي ما قلنا قبل شوي هذا بيكتب الداتا تبعته باسكي هذا بيكتبها بفورمات ثاني هذا عنده داتا بيس هذاك عنده اس كيو ال هذاك عنده مش عارف كذا الى اخره. طيب كمان مره قبل ما ندخل في زنار في موقع اسمه zinnar.pma.bs فيه على فكره كل التفاصيلات اللي مطلوبه كل شيء اوبن سورس اونلاين باختصار هو اللي بنشرحه التكنيكال انتر اوبرابيليتي وفي عندنا زي ما مش قسمنا كنا تكنيكال اول شيء سيمانتيك انتر اوبرابيليتي اورجانيزيشنال انتر اوبرابيليتي وتكنيكال انتر اوبرابيليتي التكنيكال انتر اوبرابيليتي والداتا انتجريشن حققناه في ان استعملنا ايش انت سيرفيس اورينتد اركيتكتشر وفي مجموعة من الستاندردز ثبتناها يعني مثلا مستعمل سور بروتوكول مش ريست مستعمل ويستر عشان نعمل ديسكريبشن اوف سيرفيس نعمل يو تي اف اي وهلم مجرى في مجموعة من الستاندردز اللي الكل بيستعملها بس هذا ما بكفيش. هلا شو هو السيمانتيك والاورجنايزيشن انتروبرابيليتي ار ريلايزد ان 5 سيرفرز 1 2 3 4 واللي بالنص اللي هي الانتولوجي 5 سيرفرز ندرسهم واحد واحد على السريع. عشان الداتا انتجريشن مش هاي الرسائل عشان نحقق الداتا انتجريشن عملنا انتولوجي للحكومه الالكترونيه كيف انتوا عملتوا اول عملنا انتولوجي نعمل تعمل ديسكريبشن لا هاي للداتا اني داتا طيب اللي بتنزل نتبادل حولها بيانات انا بنشوف الانتولوجي هون دورها تضمن انه احنا بنستعمل نفس النيمز نفس الدلاله للاسماء ونفس الداتا ستراكشرز ف ذا مينينج ذا نيمينج مينينج داتا ستراكشر ان اول اكسشينج مسجز كوميت تو لهاي الانتولوجي هذه دو وي ريلي نيد انتولوجي وإذا إذا إذا لا إذا واحد بيقول لا هاتوا أقول لكم كيف إنه بلا بالزبط لو عندي مؤسسة A بدها ترسل بيانات لمؤسسة B بيتبادلوا بيانات خير وجامعة مش بس خير وجامعة بيرزق ونجاح بيتبادلوا بيانات عارف شو عندهم بيتبادلوا بيانات عن إيش عن الطلاب بودوا مدير الـ IT هون مع مدير الـ IT هناك بيكتبوا مواصفات البيانات ويجوا رؤساء الجامعات بوقعوا عليها مظبوط صح بوقعوا عليها يعني مذكره تفاهم ما نسميها تودي لي بهذا الفورمات انا بدي بالستراكشر و و و عملي تيجي بعدين بيرزير تعمل كمان اتفاقية تعاون مع مين مع التكنيك ومع 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 مع كل الجامعات كمان مره خير ان هاي وزارات اذا وزاره الداخليه بتوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد بعدين بتوقع كمان مرة اتفاقية تعاون مع
وزارة المواصلات، بعدين مع وزارة الصحة، بعدين مع وزارة الشؤون المجتمعية وشؤون اللي مش عارف ايش، والله 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 كده اتفاقية التعاون هي وقعت. هم كده وزارة هم 23 اسبوع، معناته هاي الوزارة قديش وقعت اتفاقية؟ 23. طب هاي كده 23؟ 22. هاي زيها 22. 21. هاي طبعا كل مرة قديش يعني مجموعهم؟ على فكرة احنا مش بس الوزارات بدهم يتبادلوا بيانات، كمان السلطات، سلطة المركز، سلطة الأراضي، سلطة المياه، سلطة مش عارف ايش. على فكرة فلسطين عندنا 23 وزارة و55 سلطة وهيئة، مجموع يكونوا 75 مثلا، فمضروب مضروب ولا ايش؟ المهم هاي هي عدد الاتفاقيات. هلا بدل ما يسووا هيك، بدل ما يسووا هيك شو احنا نقترح؟ نحط الطرج بالنص، هي اتفاقيه التعاون بينهم، يعني وكان هي القاموس اللي لما بدي لها بيانات برجع. هذا هو المعنى الانترنت. نعم كل واحد موقع كل واحد لا هي عمليا زي انا مش هسه بحكي معكم وانتم فاهمين علي. انت عارف ليش انت فاهم علي؟ القاموس اللي براسي هو نفس القاموس اللي براسك الى حد ما، صح؟ لذلك انت فاهم علي، صحيح؟ احنا كبشر خير. هسه صار احكي حكي معني مش موجود براسك، يعني بقاموسك. في حد فهم عليك؟ فهم علي؟ لا، يعني بمعنى اخر اذا ايه قررت تحكي حكي غير من الانطلاقه اصلا ما حدش فهم عليه. طيب هلا افبنينا انطولوجي بهذا المعنى اللي انت تسال. زي ما كنا هون شو يعني بال 3-3؟ نعرف. فبالتالي هسه عشان نصير نعرف هلا كل الكودز، انا مثلا سيرش كودز مثل هاي اسماء، يعني الكودز تاعت الناشوناليتيز، تاعت الجندر، تاعت الريليجنز، تاعت اسماء المناطق والى اخره، انتم المبرمجين تسموهم لوك اب تيبلز. كل هذول مالهم الكودز تبعتهم لازم تبقى ستاندرد. هذا اللي بنسميه الانتيتي سيرفر. على فكره مش بس الانتيتي سيرفر فيه بكلمه، الكودز والبينز والمابنز، بين انتيتي، انتيتي وانتيتي. يعني الانتيتي سيرفر، خليني اضرب اول شيء مثال صغير بعدين بوضح. هاي مثلا في وزاره مسجل بال، شو معناها؟ فلسطين. هيك بتنكتب. وزاره ثانيه مسجل فلسطيني. هلا هذا بيودي لهذا فمشابه. معناته من كلها ممنوع تستعمل الكود اللي جوا داركم، تستعمله داخليا. انت شو بتساوي؟ لما تطلع الرساله باب داركم بدك تلتزم غصبا عنك بايش؟ في الانتيتي سيرفر، اسماء الانتيتيز، ارقام الكود تاعت الانتيتيز بدك تلتزم بيها. تغيرش شيء جوا، بس لما تيجي تودي تطلع رسائل برا بدك تحكي هاي اللغه. هلا ها بمسك الرساله طلع عليها بكون او مكتوب PSE بفهم او هو بيعمل، يعني بيعمل بفك، يعني بتطلع على الانتيتي سيرفر بفهمها، بحولها للكود تبعه الداخلي. هلا هان الانتيتي سيرفر، ويل هاي الانتيتيز في عندنا الجنسيات الدول الكرنس، هذول رسوم ستاندرد. على فكره الشركات تذكروا انه هذا بيلزمكم كمان المحافظات الاجناس. لو اخذنا الاجناس والدول تلك هاي ليست الاجناس، الكود تبعها اسمها بالعربي بالانجليزي الكذا الكذا. طبعا هاي الكودز منها دولي. هاي مثلا مابينج، نيجي على المابينج السيم از قبل شويه. مابينج هاي في مثلا وزاره الاقتصاد مع اللي هو مع المعزنه، مع اللي هو الكود، مع الكود الستاندرد. هاي مثلا هون مركبها 232، هون عندها رقم ثاني. هاي حتى سبلينج تبعها بيكتب. على فكره هاي ريال داتا، هاي ريال، مش هاي مش اكزامبل، هاي ريال داتا. هاي اريتيريا، هاي بدي عليها امس، هون مش عليها امس.
انو ستاندرد المعتمد. هلا الانتيتيز طبعا هذول فري تقدر اكسسها بالكل. بالاضافه الانتيتيز اللي بدك اقوله خلينا اعمل سكيب. الانتيتيز اللي بدك اقوله اذا عندي وزاره بتسجل انها عندها اسماء ناس او سوري عن الناس. احنا فلسطين الناس ايش فيهم مشكله؟ لانه في ارقام هويات مجبرين عليها من الاحتلال الاسرائيلي وكل الناس كل الوزاره بتسجل بالمناسبه رقم الهويه. احنا سلطه الاراضي ها في اذا بصوت الاراضي في مشكله معناته اسماء الناس انه ارقام الناس لازم نعملوا مابينج تيبل سيت از اللي كنا نحكي عنه قبل شوي تيبل في المابينج بين وزاره الوزاره اكس وزاره واي. هلا ومش بس الناس والسيارات لها ارقام مختلفه، حدا بيسجل رقم الشاسي حدا بيسجل رقم النمره مثلا الشقق العقارات يعني بجوز في وزاره مسجل شيء وفي مثلا البلديه مسجل شيء ثاني. هذول المابينجز زائد الكودز هذول مسجلات في الانتيتي سيرفر باختصار. طيب الادرس سيرفر على السريع، هذا مسجل الادرس في بيت سحور ستريت، هذا شفرت ستريت، هذا كركف ستريت. بدل ما نسجل زي ما قلنا قبل شوي، واحد مسجل في البيري، واحد مسجل في البيري في رام الله، واحد مسجل في رام الله والبيري. بدل ما نعمل هيك فعملنا عملنا جي اي اس اللي بيز يعني سيرفر الادرس، كل الادرس في فلسطين مربوطه كمان مع جي اي اس. طبعا هذا الكلام نصف مكتمل مش مكتمل 100%. والكوست تحت المناطق وهذا يعني اللي بدنا اياه بدنا نحط الادرس سيرفر على جنب ندرهم كل الوزارات، وكل وزاره قبل ما تقبل تسجل لكم ادرس بتروح بتعمل فاليديشن على الادرس اللي اعطيتها اياه. بيقولوش بيقبلوهش يسجلوا الا اذا الادرس تبعك اعترف باللي الادرس اللي اعطيته. طيب سكيب على السريع داتا بيس ستيت داتا بيس، هاي يعني باختصار اذا بتروحوا على هنا تلقوا كل داتا بيس شو في بكلبها شو في بكلبها داتا بيسز. شو يعني؟ لو اخذت مثلا وزاره الداخليه في بكلبها ثلاثه داتا بيسز، في بكلبها سجل السكان، سجل الجمعيات، وسجل الجوازات مثلا. اذا فتحت تلقاش معلومات كثير لان هاي اشياء سريه. تلقى مثلا وصف عام عنها، ليش؟ عشان ليش بدنا هاي؟ عشان مرات وزاره بتسجل معلومات عن المواطنين سجل السكان، تلك منه نسخه من وزاره الداخليه، ومفروض يكون وزاره الداخليه، بس تلك كمان وزاره العدل ووزاره شؤون المراه ووزاره مش عارف ايش، كمان بيلموا معلومات ووضع الهويه وبلش يدخل في البيانات فيها، ليه يدخل البيانات؟ كارثه اذا بدخل البيانات بصير في مشكله، لانه انا هاي البيانات تعدل، تعدل وين؟ الداخليه. الداخليه، طب وليه ما عدلش بياناتي؟ ضروري حالف عليه يعدلها؟ فبصير في كونفليكس. فلازم كل واحد يبكى عارفين كل واحد شو في عنده، كل واحد ممنوع يسجل معلومات غير اللي بتنزل. هاي السيرفيس ريبوزيتوري باختصار انه عندنا كل الخدمات الحكوميه. يعني خلينا اقول لكم عندنا 23 وزاره، عندنا ناس من الوزاره و55 هيئه، بدنا ناخذ واحد كل واحد منهم وكله تعب. شو الخدمات اللي بتقدمها للمواطنين والخدمات اللي بتقدمها للمؤسسات والخدمات اللي بتقدمها وزارات؟ لازم نعمل دليل اجراءات ونحدد الخدمات، نعمل ليسته فيها. وهي الليسته على فكره بنعملها از از تو بي، بس هون مش موضوعنا. وهي بترتبط كمان مع الانطولوجي برضه بنحكي عنها بعدين. فهي بتصير فعندنا ليسته الخدمات كلها، فكل السيرفيس بتكون محلله، عندنا كتالوج في كل الوزارات. يعني مثلا وزاره الشؤون الاجتماعيه عندها مثلا 150 خدمه، الداخليه عندهم 412 مثلا، الاقتصاد عندهم مثلا 400، التعليم العالي عندهم 200. كل هذول بالتمين بتحللين عشان نعمل انفورميشن، طبعا نعمل اللينكس بينهم. ها وكل واحد منهم بتاخذ كود واسم ستاندرد، الكود يعني رقم الخدمه الحكوميه واسم الخدمه الحكوميه برضه ستاندرد، وبالعربي وبالانجليزي والفورمز اللي بتلزم و و و. طيب هاي بس مثال على الانتولوجي سيرفر. الانطولوجي على سبيل المثال بدي اعمل سكيب انا لشغلات كثيره. الانطولوجي هون على فكره
الانطولوجي اذا بتيجي على الانطولوجي تلك ثلاث شغلات لا عن كل الانطولوجي مقسمه ل لموديولز. هاي مثلا شخصيه قانونيه. على فكره شو يعني الانطولوجي الحكوميه؟ الانطولوجي الحكوميه الالكترونيه يعني الانطولوجي انه اذا فورمال ديسكريبشن اوف ذا تيرمينولوجي. شيء التيرمينولوجي يعني الكونسبتس والريليشنز اللي بينها اللي موجودة في مجال الحكومة. بالتالي سو كل التيرمينولوجي ان ذا ويب سيرفيسز كل التيرمينولوجي الموجودة في اللي بيستعملها التيرمينولوجي بيستعملها في الويب سيرفيسز از مابت تو او كومنتس للانطولوجي تيرمينولوجي. فهسه بنشوف مثال هلا ذا انطولوجي The government ontology in Palestine was built smoothly and with low cost. يعني بناها فكرة أنا وأنطوني دعيب واحد وساعدنا محامي اسمه بلال كمال عليها. هذا يعني الجزء الأعظم منها هيك بناها. With a few weeks على فكرة. وهذا يعني عادة بيستغش. عادة هذا بده في الدول الثانية بده سنين تنسوي. سيمبليفيكيشن تبعها انها عملناها موديولايزيشن كتبنا بروسس لها ومثلناها بالاوراق. انا بعطيكم مثال انه هذا انطولوجي واز از موديلايزد انتو سيبريت بارت كونكتد موديولز. مثلا عندنا جزء منها الليجل بيرسون، عندنا الادرس، الاورجنايزيشن، الكار، اللاند، ال 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 ال. فهي عده موديولز. لاحظوا انه كل موديول من هذول في او ار ام سكيما وجلوسز وبزنس رولز. لو اخذنا سوري هاني بعملها سكيب. لو اخذنا مثلا موديول من الانطولوجي ليجل بيرسون، ليجل بيرسون زي ما كنت كل موديول فيها مقسم برضه ثلاث اقسام، شيء مكتوب بالاو ار ام، شيء مكتوب الجلوسز تبعت الكونسبتس هذول والبزنس رولز. لو اخذنا هاي نكركبها مثلا عندنا كينوني انتيتي أو عندنا هون خلينا نقول ليجل بيرسون بينقسم باسمين، شخصية إنسان طبيعي وشخصية مؤسسة. شخصية المؤسسة تنقسم إلى مثلا شركة، شخصية شركة، شخصية جمعية، شخصية نقابة، شخصية هيئة محلية، الدولة كمان نقابة إلى آخره. لو أخذنا الشركة، الشركة برضه شركة عادية، شركة مساهمة. اتحاد الشركات يتكون من مثلا شركات وهم ننزل فيها. كيف انتم بتبقى بالاول انطولوجي؟ هذا هو صار ستاندرد. على فكره اللي بيعرف او اي ام تعرف شو هذا بالاول؟ ديسجونت يونيون. ديسجونت يونيون هاي النقطه مانديتوري بالاول سم فاليو فرام وهذا مجرد يعني. طيب ف الجلوسز كل انتم هذا ما استعدتوش لما تبدا الاول. تخيل بالكومنتس عندك بالكومنتس في لكل كلاس روح اعطي انفورمال ديسكريبشن عن شو ايش شو هاي يعني عرفوا زي ما بعرفوا القاموس عرف هذا الكونسيبت. طيب البزنس رولز في اشياء حتى لو موجوده بالاول او بالاو ار ام يعني بالفورمال لانجويجز لازم تروح وتقول مثلا لا يجوز لمجموعة تضم أكثر من 20 شخصا أن تتعاطى مع أي عمل بقصد الربح إلا إذا سجلت كشركة مساهمة محدودة لمقتضى القانون. مقدار رأس المال الأسهمي يكون بالعملة الأردنية ويقسم الأسهم. هاي بعض الرولز اللي أنت قد تحطها وقد ما تحطهاش. قد تكون إمبليسيت في داخل البيانات. ليش احنا نسوي هيك؟ عشان لما نعمل إكسشينج داتا مسجز أنت المرسل والمستقبل يبقى عارف انه مش بس التيرمينولوجي النيمينج والمينينج بيكون موجود وكمان شيء الرولز اللي بتحكم هاي الداتا. طيب في اي سؤال لحد الان؟ في اي سؤال؟